بسم الله الرحمن الرحيم. التحكم في الدايمنشن والتغيير ببطارية بسيطة من غير ما نخش في البروبرتيز الحاجات ديت. أبسط حاجة أنا أدوس كليك يمين وأنت مش دايمنشن تكست بوزيشن، بختار مثلا أخليه أباف دايمنشن لاين ولا في السنتر ولا حركة تكست بعيد عنه زي ما أنا عايز. أنا مثلا في السنتر أحدد الخط أدي سنتر خلاص. من الحاجات التانية برضو العلامة العشرية بتاعته، ممكن أخليها مثلا 3 علامة عشرية أو علامتين زي ما أنا عايز. طبعا الكلام ده زي ما احنا شايفين، اختار مثلا دايمنشن واحد على مختلف، بلاقيه بيبدأ يتنفذ في دي بس، يعني بقية الحاجات ما يتنفذش فيها. يعني لو انا خليته مثلا 3 علامات 20 ما بيتغيرش في كله، بيتغير في دي بس. لو دوس كليك يمين واخترت فليب ارو، بلاقي ان الارو بيتغير، بدل ما كان اللي جوه بره بدل ما بره بيبقى جوه. بس عمرو سليم.